أحب الزراعة من الطفولة، لكن بالسنوات الأخيرة بديت أتغمس في الهواية. والسنة الأخيرة هذه بديت في تقديم ورش زراعة عندي في البيت، أعلم الناس كيف ممكن يبتدون يصنعون حدائقهم أو يأسسون حدائقهم بطريقة تخليهم يتجنبون الأغلاط اللي أنا مارستها بحياتي. رحلتي في الزراعة ما كانت سهلة، وايد كان فيها فشل خاصة في البدايات. الإنسان لما يبدأ شغلة وهو يحبها بشغف راح يسعى أنه هو يحقق أي نجاح فيها. لذلك لما بدأت الزراعة وكان فيها أغلاط كثيرة أصريت أني أتعلمها، والزراعة ممارسة، باللحظة اللي راح توقفون فيها ممارسة بالتالي ممكن ما تكملون. حتى أطور نفسي سعيت أني دائماً أتابع المزارعين المحليين في المنطقة، شاهدت مئات ومئات الفيديوهات عشان أتعلم فيها أساسيات الزراعة أو حتى أفهم التربة، أفهم البذر، أفهم طبيعة النبات. كثير شغلات كنت مهتمة أني أبحث فيها في الزراعة حتى أني أقدر أطور من مهاراتي في الزراعة.